لكن بعيدا عن فكرة مفهوم الدولة، ويمكن ده أنا حبيت أبتدي بيه، هو فكرة داعش دي هي بدأت إزاي؟ أنا في اعتقادي الشخصي كانت البداية من 1979. طبعا كلنا قرأ في التاريخ أنه كان في الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي ده أراد أنه هو يلتهم أفغانستان أو يعتدي عليها، وأفغانستان كان هناك أغلبية مسلمة، فانتفضت الدول العربية وانتفضت أمريكا، وكل يعني كل دولة من هذه الدول كان يعني لديها رؤية واستراتيجية ربما تحققت بالفعل. انتفاضة الدول العربية إن أحسننا الظن بهذه الدول في وقتها كانت تنتفض، لأنها كانت تظن أن هذه الدولة فيها غالبية من المسلمين، والاتحاد السوفيتي كان يريد القضاء على الإسلام في هذه الدولة. فمن ضمن الدول اللي انتفضت مصر، انتفضت السعودية، والانتفاضة الدول العربية عموما ما كانش ليها علاقة بفكرة المسلمين بس، بقدر ما كان ليها علاقة بأن الأمريكان عاوزين كده. فالسعودية كانت ماشية في المحيط الأمريكي، كانت مصر بدأت تخرج من فكرة الاتحاد السوفيتي إلى فكرة الأمريكان. المهم في النهاية حصل دعم حقيقي للمجموعات اللي بدأت تخرج وكانت تطلق على نفسها ما يسمى بالمقاتلين العرب أو المجاهدين العرب، ومن هنا بدأت الكارثة. بعيدا بقى عن نوايا هذه الدول، وبعيدا عن الفكرة التي كانت تسيطر على الأمريكان، وهي أنهم يريدون السيطرة على العالم كله، أن يكون هناك قطب أوحد، هذا القطب هو الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة اللي راحت ديت راحت واشتغلت. بعد ما راحت واشتغلت وانتهت الحرب الأفغانية بهزيمة الدب الروسي، بقت المجموعات التي تم شحنها بأفكار الجهاد، بقت هذه المجموعات ان انت طول الوقت بتقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده جهاد، والناس دي سلحت نفسها واغلبهم قطع جوازات السفر. فاصبح في مشكله لدى امريكا ولدى الدول العربيه، طب المجموعات دي هنعمل فيها ايه؟ بنظير بوتو كانت رئيسه وزراء باكستان ايقنت ان هناك خطوره شديده من وجود هؤلاء، فعملت فكره عبقريه، جمعت مجموعات وعملت ما يسمى برحلات الوان واي للبلقان، رحله في اتجاه واحد، تطلعهم منطقه البلقان بطياره وتروحوا ما ترجعوش، لانه عندها قنابل موقوته، ناس تم شحنهم بصوره رهيبه لان ده جهاد وقتال، تم تدريبهم باسلحه وقطعوا جوازات السفر وادوا مهمتهم. كان في مهمه ان انتوا تقضوا على الروس، ادوا المهمه بتاعتهم، فمش عارفه تتعامل معاهم ازاي. فودت مجموعات البلقان، المجموعات الاخرى، وهذا تم تحت عين الامريكان وعين الدول العربيه، المجموعات الاخرى عملت ايه؟ حصل ان اسامه بن لادن التقى عبد الله عزام، وطبعا معروف ان عبد الله عزام احد كان ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين واحد الذين ساهموا في الحرب الافغانيه. عبد الله عزام قال لاسامه بن لادن، قال له أن هناك قاعدة من البيانات، بيانات هؤلاء المجاهدين، متى دخلوا أفغانستان وماذا فعلوا، من هم مازالوا على قيد الحياة ومن هو قتل، وبالتالي لابد أن نستخدم قاعدة البيانات هذه، لأن فريضة الجهاد سوف تظل باقية، هناك دولة تسمى فلسطين محتلة، ولابد أن نستخدم هذه المجموعة التي نجحت في القضاء على الاتحاد السوفيتي في محاربة وقتال مجموعات أخرى. فخدوا قاعدة البيانات وأنشأوا ما يسمى قاعدة الجهاد، إن بيانات هؤلاء المجاهدين هم دول قاعدة الجهاد اللي هيتم استخدامه. ده تحت أعين مين؟ نعيد ونكرر، الأمريكان، لأن الأمريكان CIA هو اللي دعم دول من أجل تحرير أفغانستان. مصر للمناسبة دعمت هؤلاء لما كان طلبة الجامعة، لمن يريد أن يعود للتاريخ أيام الحرب الأفغانية، كان الطالب في الجامعة كان بيروح ياخد ورقة من رئيس الجامعة يطلب فيها أنه يسافر أفغانستان، هيجاهد في فصل الصيف 3 شهور وهيرجع تاني، وكانوا بيدولوا أوراق ثبوتية بده الجامعة، أوراق رسمية، وبتطلع تجاهد 3-4 شهور وبترجع مع الفصل الدراسي الآخر، الدولة ده كان بشكل رسمي وترجع. الكارثة الأكبر أن المجموعات في مصر اللي خرجت ما خرجتش الجاهد، ده راحت عملت معسكرات خاصة لتدريب هذه المجموعات المصرية ومجموعات عربية وتدريب
غيرهم. ومن ثم المجموعات دي على سبيل المثال الجماعة الإسلامية عملت معسكر خاص بيها، وبعد كده لما الجماعة الإسلامية خاضت الحرب المفتوحة مع الدولة المصرية في التسعينيات كان من جراء المعسكرات التي أقامتها هناك، ولذلك هناك علامات استفهام وتعجب. يعني أنت سمحت للمصريين إن هم يروحوا هناك ظنًا أن هذه قضية عادلة؟ أنا مش هناقشك في ده، بس أنا هناقشك في المجموعات اللي راحت هناك وتم شحنها بشكل أو بآخر وتم تدريبها على السلاح. بعد ما انتهت الحرب أنت تعاملت معهم إزاي؟ أنا أظن لم تكن هناك استراتيجية للتعامل مع هؤلاء، ومن ثم هؤلاء رجعوا في التسعينيات وخاضوا حرب ضد الدولة المصرية. بس خلينا نقول المجموعات اللي بقيت هناك، وبقي من المصريين الكثير راحوا مع أسامة بن لادن وعبد الله عزام، عملوا ما يسمى بقاعدة الجهاد، وقاعدة الجهاد هي تنظيم القاعدة.